وانت بتبحث في جوجل في مجموعة حاجات بيقدمها لك بتسهل عليك الوصول للحاجة اللي انت بتدور عليها. اول حاجة هي البانلز. البانلز دي عادة بتكون موجودة على ايدك الشمال، ودايما بتظهر لو انت بتبحث عن حاجة مشهورة زي شخص مشهور او كتاب مشهور او حتى لعبة مشهورة. لو جينا خدنا مثال على كده وفتحنا محرك البحث بجوجل وكتبنا اسم لعبة مشهورة وليكن باتل فيلد 4، هنلاقي فعلا البانل موجودة على ايدك الشمال وفيها ديسكريبشن عادة بيكون من الويكيبيديا وشوية لينكات مرتبطة بالمحتوى اللي انت بتدور عليه. تاني ميزة كلنا شفناها واحنا بنبحث في محرك البحث جوجل هي الاوتو كومبليت. لو انت بتكتب كوري معين في محرك البحث هتلاقي مجموعة اقتراحات بيقدمها لك محرك البحث تحت السيرش كويري اللي انت بتكتب فيه. لو جينا شفنا مثال على كده وكتبنا كلمة جامعات في محرك البحث واتكينا سبيس بار، هنلاقي لستة بكل الجامعات مسموح لي ان اختار منها كل اللي انا عاوزه. طيب الاقتراحات دي بتظهر لي بناء على ايه؟ بناء على عمليات البحث اللي عملها ناس كتير قبلي، وبناء كمان على المحتوى بتاع الويب بيجز اللي معمول له اندكسنج في محرك البحث جوجل. تالت ميزة هي سيرش از يو تايب. نتائج البحث بتتغير مع كل كلمة انت بتكتبها وكل حرف انت بتكتبه في محرك البحث. طيب حاجة زي كده ممكن استفاد منها في ايه؟ لو انا عاوز اوصل لكتاب معين او فيلم معين مش فاكر من اسمه غير كلمة او كلمتين، من خلال الكلمتين دول اقدر اوصل للفيلم او الكتاب اللي انا عاوزه. نفترض مثال على كده، لو انا عاوز اوصل لكتاب اسمه مقدمة في برمجة الشبكات العصبية، وليكن انا فاكر اخر كلمتين من اسم الكتاب اللي هو الشبكات العصبية، من خلال الكلمتين دول اكتبهم في محرك البحث هقدر من خلالهم اوصل للكتاب او المحتوى اللي انا عاوزه. طيب رابع حاجة هي related researches. في مجموعة لينكات في اخر صفحة نتائج البحث مرتبطة بالمحتوى اللي انا بدور عليه، وليكن مثال على باتل فيلد 4 هنلاقي لينكات مرتبطة فعلا باللي انا بدور عليه، زي رابط لتحميل باتل فيلد 4 اسمه باتل فيلد داونلود، ورابط لباتل فيلد بريميوم. اعتقد ان الرابط دي ممكن تقدر تفيدك في انها توصلك للمحتوى اللي انت عاوزه. دي كانت مجموعة خصائص او فيتشرز بيقدمها لي محرك البحث عشان اقدر اوصل للمحتوى اللي انا بدور عليه. جوجل ايميجز، جوجل بوكس، جوجل نيوز، مجموعة من الميديا المختلفة اللي بيقدمها لنا جوجل عشان تقدر توصل للمحتوى اللي انت بتدور عليه. نفترض ان انت عاوز تعمل ابديت لصيغة السي في بتاعك. بكل بساطة هتروح لمحرك البحث جوجل وتكتب السيرة الذاتية. هنلاحظ في النتائج ان هي عبارة عن تكست ريزلتس، وكمان في نتائج عبارة عن صور، ودي طبعا جاية من جوجل ايميجز. لو ضغطنا على النتائج اللي جاية من جوجل ايميجز هنلاحظ مجموعة كبيرة جدا من الصور. تقدر تفتح اي صورة منهم تعمل لها داونلود وتشوف صيغة السي في دي شكلها عامل ازاي. ده مش كده وبس، ده انت ممكن تقدر تعمل براوزنج لانواع مختلفة من الميديا الموجودة فوق في البار زي الفيديوز وجوجل نيوز وجوجل بوكس وغيرهم كتير. عمرك استخدمت الدبل كوتس وانت شغال على محرك البحث؟ مبدئيا خلينا نقول ايه هي اهمية الدبل كوتس. لو انت بتبحث عن جملة بعينها او بلوك بعينه مش هتقدر توصل له غير باستخدام الدبل كوتس. تعالوا نشوف مثال. لو جينا كتبنا في جوجل جملة زي دي، من خلال العمل التطوعي ستحدث لك خبرات كثيرة في الحياة الاجتماعية. لو لاحظنا في نتائج البحث هنلاقي مقالات عامة عن العمل التطوعي، لكن مش هنلاقي الجملة اللي احنا عاوزينها بالتحديد داخل الويب بيجز دي. تعالوا نستخدم نفس المثال لكن باستخدام الدبل كوتس. هنلاحظ في نتائج البحث نتيجة واحدة بس فيها المحتوى اللي احنا بندور عليه بالتحديد. احيانا بتبقى عاوز تبحث عن اكتر من حاجة في نفس الوقت. في اوبريتور اسمه اور بيخليك تعمل كومباين لاكتر من كويري في نفس الوقت، ونتائج البحث في الحالة دي بتكون بتحتوي على الاقل على نتيجة واحدة من الاتنين اللي انت بتبحث عنه. صفحة البحث المتقدم بتتكون من جزئين، اول جزء مسؤول عن كلمات البحث، وتاني جزء مسؤول عن انه يعمل فلتر للمحتوى اللي انا هبحث فيه. تعالوا نشوف محتوى كل جزء بالتفصيل. بالنسبة للجزء الاول الخاص بصفحة البحث المتقدم،
كل مهمة الجزء الأول إن هو ياخد مني الداتا اللي أنا عاوز أعمل عنها سيرش. يعني مثلا هنا بكتب الجملة اللي أنا عاوز أعمل بحث عنها زي ما أنا ببحث في محرك البحث عادي تماما. بعد كده لو في جملة معينة أو بلوك بعينه عاوز أبحث عنه هكتبه هنا بين دبل كوتيشنز. هنا لو في أكتر من كوري أو أكتر من حاجة عاوز أبحث عنها في نفس الوقت هكتب الحاجة اللي أنا ببحث عنها وهفصل بينهم باستخدام الأوبريتور اللي اسمه OR. هنا لو في جملة معينة عاوز أبحث عنها وفي نفس الوقت مش عاوز كلمات تظهر لي مع النتائج اللي أنا عاوز أبحث عنها هكتب الجملة بتاعتي هنا، وقبل الكلمات اللي أنا مش عاوزها تظهر في محرك البحث هكتب قبلها علامة ماينس. لو في أرقام أو كميات معينة عاوزها تظهر في نتائج البحث هكتبها في الخانات ديت من كذا إلى كذا. بالنسبة للجزء الثاني من صفحة نتائج البحث، الجزء الثاني كل مهمته إن هو يعمل فلتر لنتائج البحث. طيب ممكن أعمل فلتر من خلال إيه؟ من خلال لغة المحتوى اللي أنا بدور فيه، أو من خلال المكان اللي تم فيه عمل نشر للصفحات اللي أنا بدور فيها. ممكن أعمل فلتر كمان من خلال التحديثات اللي حصلت على الصفحات ديت. هنا ممكن أكتب نطاق معين أنا عاوز أبحث جواه .org أو .com. هنا أنا بحدد المكان اللي أنا عاوز أدور فيه على المحتوى بتاعي، هل الداتا بتاعتي دي موجودة في عناوين الصفحات ولا في الصفحات ذات نفسها ولا في اليو ار ال بتاع الصفحة ولا في روابط موجودة داخل الصفحة دي. بالنسبة للبحث الآمن ممكن أعمل من خلالها تصفية للنتائج الإباحية. نوع ملفات بختار منها extensions لفائلات معينة أنا عاوز أدور عليها. حقوق الاستخدام بختار منها اللايسنس بتاعت الملفات اللي انا عاوز ادور عليها.